الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الاستاذ وديع والانسه علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ ما اعرفش يا بيه. لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا. ايوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتين. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرتين، اتفضل. استاذ مرتين، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك؟ أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمة بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميريت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاشرك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى لبابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما أقصهم لتجديد مبالي الجماعة. ده شيء كتير، ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟
تعرف يا برجنبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعة اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجبي. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجبي. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي. انا نفسي اخد الشهاده من هنا من عندكم الجامعه. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم، نكلم سيادة الوزير، إتس فيري تريفيال ماتر، دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجبي. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن. ده بعد إذنك يعني. اتفضل. ده الأستاذ. عارفاه، عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شوية زيادة. مش محتاجة توصية يا دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على إذنك يا دكتور. مهتاب شريف، قولي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. ميرسي يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوه. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم، ها؟ نشغل بعض شوية. وانا تحت امرك في اي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني ما اسمح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟
ايه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين انا متاسف جدا يا دكتور، انا الوقت سراني وانا في المكتبه بعمل ريسيرش. وبعدين انت متاخر ربع ساعه على المحاضره يا عدي، انت عارف النهارده في اكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه، الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله، اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي، همد لك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. اسمعي، لا بقى ده كوسه بقى، كوسه انا مش كوسه. بتعمل ايه؟ فضلات بابا، انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو عدي، ما تكلمش حد. حد غريب جرين، اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت قبله، حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش قبله، والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان، نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامر وعلياء. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. ده انا عمال سألتي مع البيت من الصبح ومحدش مالعين. يا ماما حرام عليك، ما ينفعش كده. كنت انت خالص، مفيش دعوه خالص. مش فاهم، مش فاهم ايه؟ سايب اخدك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قفص جوافك. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توسه ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقتل مع نفسك. انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان، انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. اضرب بيدي من الحديد. لا بقى، انت زودتها قوي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره بقى.